للتعليق على الموضوع ينضم إلينا داخل الأستوديو الكاتب والباحث السياسي نظير كدوري. أهلا ومرحبا بك أستاذ نظير. حياكم الله. حياك الله. هجوم بعشرات الصواريخ تستهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار وقاعدة عسكرية أمريكية أخرى في محافظة أربيل بالقرب من مطار المدينة. كيف ترون هذا القصف وتوقيته؟ وهل هذا يعني ما توعدت به إيران بالثأر لمقتل قاسم سليماني؟ والله يعني حقيقة أنا سمعت الخبر باكرا اليوم، يعني خطر على بالي شيء واحد، هو أنه تمخض الجبل فولد فأرا. هذا حقيقة ما يعني وصفي لهذه العملية التي سبقوها بحملة إعلامية ورفع خطاب وتوعد وسندمر وسندمر، وبالتالي جاءت الصواريخ صواريخ عشوائية لم تصيب أحد سوى الجنود العراقيين، وكأنما هي مسرحية هزلية يتبادل أدوارها من جهة النظام الإيراني والولايات المتحدة لرفع الحرج أمام شعوبهم وأمام الورطة التي تورطوها. فترامب عندما أقدم على خطوته الكبيرة والتي كان العالم كله يتوقع أنها ستلحقها خطوات أخرى كما كان يصرح، وتوقع العالم أيضا من النظام الإيراني بعد أن خسر هذه الخسارة الكبيرة متمثلة بقتل قاسم سليماني، كنا نتوقع أنه ستكون الردود الفعل قوية جدا ومصحوبة بعواطف قوية، ولكن ثبت ما كنا نعلمه بأن النظام الإيراني عبارة عن نظام برغماتي، ليس كما يدعي أنه نظام إسلامي، نظام يدافع عن طائفة معينة، إنما هي دولة بالأخير تبحث عن مصالحها، ودولة تحاول أن تنشر نفوذها بقدر ما تستطيع، وإذا كانت هناك حادثة قوية لا تستطيع أن ترد عليها فلا بأس من أن تنحني لها لكي تمر العاصفة. وعندما رأينا تصريح وزير الخارجية الإيراني ظريف كان وكأنما يتنفس الصعداء وأنه الموضوع انتهى، وقال هذا هو ردنا، وكأنما كان حمل على صدره قد انفض وتخلص منه. بالمقابل بنتاغون توعد بأنه سيلجأ إلى كل التدابير اللازمة لحماية المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. ما نوع هذه التدابير التي يمكن لواشنطن أن تتخذها في ظل استبعاد ترامب لاستخدام السلاح؟ يعني هو من باب الاحتياطات العسكرية الولايات المتحدة اتخذت كل التدابير اللازمة لحماية جنودها. حقيقة موضوع أن يسقط جنود أمريكان على يد النظام الأمريكي هذا يحرج بشدة الإدارة الأمريكية والتي هي مقبلة على انتخابات قادمة. هذا ممكن يهز يعني موضوع ترشح ترامب لولاية ثانية. لذلك إذا تعرض أحد جنودها للقتل فإنها مضطرة للرد أو دخول حرب مع النظام الإيراني، وهذا أيضا ما لا تريد الإدارة الأمريكية. لذلك هي كانت تحاول أن يعني تعمل ترتيبات العسكرية لكي لا تخسر أي جندي. حتى هذه الضربة الإيرانية الآن يتم تسريب الخبر بأن هناك ترتيبا كان ما بين الولايات المتحدة وإيران في إيجاد مسرحية معينة تحفظ ما وجه النظام الإيراني، وبنفس الطريقة يعني يتخلص ترامب كون أنه لم يسقط ضحايا أمريكان ويتخلص من رد فعل ربما هو يستبعده حاليا. هذا هو الذي يجري حاليا، ولا أعتقد أن الأمور ستتجه إلى تصعيد بالمرحلة المقبلة. طيب بالكلام عن حفظ ماء الوجه، يعني ما تسمي نفسها بالحكومة في المنطقة الخضراء أين هي من كل ما يحصل في المنطقة، خصوصا الاعتداء الإيراني على قواعد أمريكية لكنها على أرض عراقية، والسكوت المطبق منها، وزامن الخطاب الأمريكي اليوم في الساعة السابعة أن تطلب الحكومة استدعاء السفير الإيراني. يا أخي الحكومة العراقية ليس لها وجه لتحفظ ماء وجههم، يعني هي يعني ما لا أعرف كيف أصف هذا النظام العراقي في تصرفه. الآن هو العراق أصبح ساحة للتصفيات وساحة لإعداد المسرحيات وتنفيذ المسرحيات سواء من العسكري أو السياسي، والنظام العراقي يقف موقف المتفرج، بل أن بعض يعني معظم الميليشيات يصفقون للنظام الإيراني ويتهددون بالولايات المتحدة ليس من خالص إرادتهم، إنما لأنهم تبع لسياسة النظام الإيراني. حقيقة لا يوجد نظام سياسي عراقي
مستقل الإرادة لكي يعبر عن مواقفه. والشيء المضحك بأنهم يفكرون في استدعاء السفير الإيراني لكي يعني يوجهوا له رسالة إنذار بأنه قد اعتديت على الأرض العراقية. الحقيقة الصواريخ لم يسقط فيها سوى جنود يعني عراقيين، وكان الأحرى بأن يكون لو كان هناك نظام وطني لكان الرد أقسى والأمور أقوى. يعني أخي الكريم، يعني رأيت خارطة على مواقع التواصل تبين انتشار القوات يعني القواعد العسكرية الأمريكية حول إيران في دول أخرى. لماذا لم ترد النظام الإيراني على تلك القواعد سوى القواعد الموجودة في العراق؟ ذلك لأنها تعلم أن تلك الدول لن تسمح لها بهذا الخرق للسيادة، وربما ستتأزم العلاقة بين إيران وبين تلك الدول. لكن عندما يكون الدولة هي العراق فالموضوع يعني موضوع عادي، وكأنما هي أرض إيرانية، هي لا تتوقع أي رد فعل سلبي من النظام العراقي، ولا تتوقع أي تبعات سياسية أو اقتصادية أو أي تبعات بأي شكل وبأي نوع. لذلك هي هكذا يعني تستبيح الأرض العراقية وتستبيح السيادة العراقية وبدون أن تحسب لردود أفعال عراقية. نبقى نتحدث عن ردود الفعل عراقيا كذلك إقليميا ودوليا في إشارة لدور حلف شمال الأطلسي نيتو. تحدث ترامب عن ضرورة أن يلعب نيتو دورا أكبر في الدفاع عن القواعد الأمريكية، ومنها الاستهداف الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد. كيف يمكن أن يكون دور النيتو في الأراضي العراقية في هذا الوقت؟ نعم، رغم أني يعني أنا لا أعول على تصريحات ترامب كثيرا، لأنه يقول في الصباح شيء وفي المساء يغيره، يعني رجل مضطرب وتصريحاته مضطربة. لكن إن شئنا أن نفترض أن يكون للناتو دورا كبير، طبعا يكون دور كبير جدا. يعني نرى أن تركيا الآن هي جزء من حلف الناتو. يعني دولة مهما تمر بأزمات لن يصيبها شيء كوننا تتمتع بحماية هذا الحلف. لو شاءت الولايات المتحدة أن تتفق مع نظام عراقي موالي لها بأن ينضم إلى هذا الحلف، لربما سيستمد قوته ويستمد بعض الشيء من يعني إرادته اتجاه الدول الطامعة في الجوار، وعلى مقدمتها يعني النظام الإيراني. وهناك وكأنما أن هناك بوادر لمثل هكذا شيء. تعرفين حضرتك أن هناك أزمة الآن كبيرة ما بين تركيا وما بين الولايات المتحدة التي هي تقود حلف الناتو، ونرى التوسع الكبير في قاعدة عين الأسد والتوسع الكبير في القواعد الأخرى الموجودة في كردستان، وكأنما هي تريد أن يعني تنقل قاعدة أنجرلك التي في تركيا إلى العراق. وإذا ما حدث هذا يعني خاصة في المناطق السنية أو المناطق الكردية، وإذا ما حدث هذا فأنا يعني نأمل بأنه سيكون هناك تواجد طويل للولايات المتحدة، ونرى ما اقترفته بحق العراق الأحزاب التي جاءت من الاحتلال عندما شرعنت هذا الاحتلال وأصبح جزء لا يتجزأ من الغرب. بأقل من دقيقة يعني خطاب ترامب بعد الهجوم الذي حصل يوم أمس من قبل إيران، كان الكل يتوقع أن يكون غير ذلك، لكننا شاهدنا أن إيران تتبجح في أسلحتها التي قامت بقصفها قاعدة عين الأسد، وأنت أشرت إلى وجود الكثير من القواعد أقرب لها من الأنبار. واليوم ترامب يتبجح بما صرف على الجيش الأمريكي وما هي قدرات الجيش الأمريكي. هل نحن يعني أمام عرض للقوات أمام الشعب العراقي وهو الخاسر؟ يعني أنا أرى أنه بازار، الجميع يعني يصرح بقوته ويتبجح بالقوة التي يمتلكها، وأيضا يحاول أن يستخدم كل ما يستطيع من أدوات السياسية لتعزيز موقفه. لكن حقيقة النظام الإيراني أو الإدارة الأمريكية هي أضعف من أن تدخل في حرب. ترامب لا يريد دخول في حرب لكي يتوقع تبعاتها، هو رجل ليس رجل حرب، هو رجل اقتصاد، بدليل أن يقول أن ردي على الضربات الإيرانية سيكون ردا بعقوبات اقتصادية. هذا ما يعني الرد المرجو من الإدارة الأمريكية. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري، كنت حاضرا معنا في استوديو رافدين. شكرا لكم الله.